أهمية المطرح اليوم أنه طرحت إشكالية الوضع الإقليمي وتأثيراته على الوضع الداخلي اللبناني من نشأة لبنان سنة 1920 لحديت اليوم مرورا بحربين عالمية ومشاكل إقليمية وداخلية ولبنانية، وضوينا أو حاولنا نضوي على العلاقة بين الإشكاليات الخارجية الإقليمية والتركيبة التعددية اللبنانية اللي تشبه إلى حد ما التركيبة السويسرانية اللي كانت أحد المحاور اللي عم تستوحي منها من التجربتين السويسرانية والنمساوية. فبمقاربتنا نحن كحزب قوات لبنانية أنه الحياد قد يكون حل لارتباط لبنان بالمشاكل الإقليمية وتأثيرها اللي عم بيكون سلبي على طول من الصراع العربي الإسرائيلي وصولا للصراع الإقليمي اليوم بين إيران والدول العربية مرورا بكل الصراعات اللي عشناها، قد يكون الحياد جزء إيجابي لإيجاد حلول تؤمن الاستقرار في لبنان وتؤمن التضامن والتكافل الاجتماعي بين كافة والسياسي بين كافة مكونات الشعب اللبناني، وتعزز لبنان كمساحة للحوار بين المتحاربين حتى في المنطقة بدل أن يتحول هو إلى ساحة حروب للآخرين على أرضه، وهذا يعزز كمان وضع الاستقرار والازدهار في لبنان. ولكن بذات الوقت ضوينا على التحديات، لأنه للوصول إلى وضع حياد لبنان أولا يجب الإجماع الداخلي، وثانيا يجب الاعتراف الإقليمي، وثالثا يجب التكريس الدولي، وهذه الظروف ثلاثتها غير متوفرة اليوم. فلا بد بأسرع وقت العودة لسيادة لبنان أولا، سيادته الأمنية والحدودية والسياسية، وإعادة طرح الإشكاليات كموضوع الحياد أو حل الإشكاليات كموضوع الحياد على الساحة اللبنانية الداخلية ومع الأطراف الإقليمية.